الآن ونحن في البحر الأحمر، والبحر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك، يعني السفن والمراكب والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من الأرزاق والتجارات وغيرها، وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من هذه الآيات البحر اللي نحن الآن فيه أمواج متلاطمة وسفن متحركة أطنان من الحديد، يعني الآن تسير على البحر، ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتفكر في هذه الآيات، عشان كده المشركين زمان لما يركبوا البحر والأمواج تضطرب بيلجوا لله براو، لأنه يعلم تماما أنه في هذه الأماكن لا ينجي إلا الله تبارك وتعالى. ربنا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني الأمواج لما تضطرب ما بينادوا الله براو، ما بينادوا معه لا صنم ولا إيه ولا إيه. قال: فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لعد نجيهم برا يطلعوا كلهم في الجيفة يشركوا بالله تبارك وتعالى، وده من جهل المشرك. لأنه في الشدة الله نجاه، لما يكون في الرخاء كيف ربنا ما ينجيه؟ عشان كده ربنا لما يتكلم عن المشركين قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالمشرك لم يعظم الله سبحانه وتعالى الخالق لهذه المخلوقات العظيمة. ليك الله على البحر ده آيات عجيبة، آيات عظيمة، الناس تستخرج منه حلية. ربنا قال: وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، وغير من الآيات التي جاءت في هذه المخلوقات العظيمة. ربنا قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فالإنسان يتأمل في هذه المخلوقات العظيمة ويشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد وعلى نعمة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ونحن من المحل ده بندعو أي إنسان يتأمل في هذا المخلوق العظيم أي البحر، يعني آيات عجيبة فيه. ناس بيجاي ينتفعوا بالأسماك، وناس ينتفعوا باللؤلؤ، وناس ينتفعوا بالتجارات والسفن، دي كلها أرزاق في هذه البحار. ربنا يسوق للناس عشان يشكروا، لأن ربنا لما يتكلم قال في الآيات التي ذكرناها أول الكلمة، قال بعدها طوال ربنا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعد ده قال في ناس بيجعلوا لله أنداد بيحبوهم كحب الله، زي الآن شغل الصوفية. الصوفية ده ما جا خشوا البحر ده تاكلوا في خيره وتنادوا غيره، تعالوا خشوا البحر ده وخلي الموج يضطرب ونادي شيخك كان يلحقك. ربنا قال في القرآن، ربنا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويفرد الله عز وجل بالعبادة، ودي الغاية ربنا خلقنا من أجله، إنه نعبد وإنه نوحد وإنه نلجأ له في كل صغيرة وكبيرة. ربنا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وربنا قال: هذا خلق الله، ده خلق الله. يا صوفية ويا كل أهل البدع والضلال، ده خلق الله. ربنا قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آيات عجيبة وآيات عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى هو القادر، وأنه المتفرد بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. والله الإنسان لو دخل البحر ده بس يعلم تماما إنه الله عز وجل عظيم، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير الذي خلق هذه المخلوقات. آيات تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وآيات تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وآيات تدل على سعة ملكه سبحانه وتعالى. لكن المشرك في النهاية بليد، ما يفقه وما يعظم الله عز وجل التعظيم الحقيقي. ولذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة
أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يفرض الله عز وجل بالعبادة، لأنه الموت قريب، الإنسان قد يموت تحت أي لحظة. إذا قابل العبد ربه بالشرك الذي هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله خسر الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الموجبتان، قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يموت على التوحيد ويبعث على التوحيد ويدعو إلى التوحيد، فإن هذه مهمة الأنبياء والرسل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من نواصينا جميعا إلى البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.